ساعة بتكشف عليا. أنا حاسس إن أنا مش عارف أكتوبر. الموضوع بسيط، ضمور في الجهاز التناسلي زيك زيهم. ضمور في الجهاز التناسلي؟ طب ما هو لابس الضمور هو اللي بيستر الجهاز التناسلي. شباب بيقول انت اللي عليك تبو الوفا، انت عارف لو عالجتناش هنخليك زينا، انت سامع ولا مش سامع؟ يا جماعه مش عايزين ياس، لازم المعنويات تبقى مرتفعه. ازاي بس يا دكتور؟ هو الميت بيصحى؟ ما نسبقش الاحداث. اهلا بكم. بلا شك طبعا هذا الحوار مثير للغايه، هذا الحوار مهم للغايه. مهم جدا انه نعرف انه ساعات مشكله الضعف الجنسي يلعب فيها اكثر من بطل، او يعني اكثر من شيطان. الراجل بيعاني من ضعف جنسي، عنده سكر، عنده ضغط، ما بيتعالجش كويس، عنده بيرونز ديزيز، مرض بيرونز، عنده مشكله في الأوعية الدموية، وبدأ يحصل له ضعف جنسي. المشكلة الأولى أو الشيطان الأول هو شيطان المنكرين أو شيطان الإنكار. ما عنديش حاجة الراجل لك، ما عنديش حاجة، ما عنديش مشكلة، ما فيش حاجة. ده أول شيطان. الشيطان الثاني المرأة غير المتعاونة، الزوجة غير المتعاونة، غير المتفهمة، غير المحبة. الموضوع ده يسهل جدا إن احنا نتعامل معاه بشكل طبي محترم منظم لو المرأة تعاونت، الزوجة تعاونت، فهمت زوجي هي تقول كده عنده مشكلة، فتبدأ تتعامل معها بحب. وإيه بقى إيه المشكلة؟ هل المشكلة نفسية ولا مشكلة عضوية؟ فاهمة؟ ذاكرة، فرجت على برامج علمية. حاجة التالتة بقى اللي بتلعب دور مهم جدا وشيطان تالت هو التناول الإعلامي الغير صحيح لمشكلة الضعف الجنسي، إما من غير محترفين على الإطلاق، مش أطباء، ودي الفوضى اللي موجودة في بعض الكوميديا الطبية، مش هنقول عليها برامج طبية، إن غير أطباء يتصدروا لبرامج طبية، فنشوف العجب العجاب والهزل اللي مفيش هزل بعد كده، وحاجة يعني مسخرة ولا تموت للطب بصلة. أو إن إحنا نقزم مشكلة الضعف الجنسي ونخليها مشكلة ثقافة بس، نقزمها نقللها. هي فعلا عدم وجود ثقافة ده جزء بيعمل ضعف جنسي أو بيشارك في انتشار مشكلة الضعف الجنسي. لكن مش بس كده، في أمراض يا جماعة، في ناس عندها ثقافة والمسألة مش محتاجة ثقافة عالية قوي، لأنه من زمان الزمان في تناسل وفي أداء جنسي جيد جدا عند أجداد الجدود، وما كانش عندهم أي ثقافة، ما كانش عندهم هنا وسائل الثقافة، لكن بيقدروا وتعلموا. جينيتك، هي عملية جينية وعملية فيها نوع من الغريزة. التناول بقى المحبط للرجل ان المساله لا انت مش فاهم بس، ومش فاهم ومش عارف، يقول لك طب انا فاهم وعارف بس عندي مشكله، عندي مشكله عضويه ما بتعالجش، عندي مرض تليف، في بيرونز ديزيز. ما هو اللي بيتكلم بيقسم له او بيلخص له مشكلته في حاجه غير مرضه، فده بيصيبه باحباط. هي دي الشياطين الثلاثه اللي بتلعب دور مهم جدا. وغير كده في شياطين كتير هنستعرضهم النهارده في الحلقه، في تفاقم أزمة مهمة اسمها أزمة الضعف الجنسي. ضيف عزيز عليا وقيمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا المجال، وطبعا بفتخر جدا بوجوده كضيف النهاردة، هيشرح لنا بالتفصيل كيف نتعامل مع هذه الحالة، وهيكلمنا في منطقة مهمة للغاية هي منطقة الضعف الجنسي ومنطقة عدم القدرة على الأداء الزوجي عند الرجال. هو طبعا القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ جراحات، أستاذ جراحات المسالك البولية، وأستاذ علاج الضعف الجنسي بكلية الطب، الاسم الكبير أكاديميا وعلميا مصريا وعربيا وعالميا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، وحشت جدا. الشياطين الثلاثة يتحالفون في رأيي حول الضعف الجنسي. ما هو الضعف الجنسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لي أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة بتاعت الشياطين الثلاثة دي، حقيقة وده اللي مخلي المريض للأسف تايه ومش عارف يعمل إيه. وأضيف إلى الشياطين الثلاثة كمان إن إحنا للأسف في مصر عندنا مشكلة تعتبر الشيطان الرابع، وهو إن الضعف الجنسي ملهوش تخصص في الطب معترف به غير في جامعة واحدة في مصر كلها. وبالتالي الجامعة ديك مش هتقدر تتخرج دكاترة يغطوا هذه المشكلة، ده مشكلة عالمية مش مشكلة مصرية. الذكورة ملهاش إلا قسم واحد بس في مصر كلها. كلية الطب الوحيدة اللي عملت اسم لأمراض الذكورة هي كلية الطب الأسرع. أسرع يعني. باقي كليات الطب ما زالت هي نقطة جدلية ما بين الجلدية، يقول لي أنا جلدية وتناسلية، والمسالك يقول لي وأنا كمان مسالك بولية وتناسلية. فكل واحد ليه بارامترز أو ليه حدود في تخصصه.
بتاع المسالك من كتر شغل المسالك عنده جراحات المسالك مش فاضي بقى بيعتبرها فاكهه المسالك يعني حاجه عملها ما ملهاش مش مهم المريض يتعب ما يتعبش مش اي حد دكتور بتاع الجلديه برضه هو مش جراح وبالتالي هو ليه حدود في شغله فحدوده في الشغل تستدعي ان هو يدوبك يقدر يعالج المريض بالادويه لما نيجي عند تدخل جراحي لعلاج هذه المشكله فهو يعني لا يحق له انه يمسك مشرط ويعمل عمليه جراحيه لعلاج مشكله الضعف الجنسي فيخوف المريض بقى من العمليه لا ده هتعمل لك وتسوي لك والمريض يفضل في فوبيا وعنده مشكله والشياطين الثلاثه بيتآمروا عليه واتى الشيطان الرابع ليقتله نهائيا يعني لما نشوف ناس يوصل سنها ل 60 سنه عشان راحوا لاحد الاطباء وقال لهم لا ده انت مالكش حل ويتخرب بيته ويطلق مراته الى اخ الى اخ الى اخ ويفاجأ بعد ما اتخرب بيته ان لا ده ليه حل طب انتوا فين يا دكاتره ساكتين عننا ليه وهو ده السبب اللي خلاني انا فعلا كرست حياتي كلها لهذا الموضوع فقط لا غير لانه اساسا يستحق القصر العيني تحيه خاصه جدا لانهم كانوا بايونير في بدايات عمل قسم خاص للذكور قسم متخصص فقط ملوش علاقه بالجلديه ولا له علاقه بالمسالك طب دي دعوه بعد دكتور ايمن بعد اذنك دعوه لكل الجامعات المصريه ارجوكم انقذوا مرضى الضعف الجنسي لابد ان يكون في قسم لامراض الذكوره في كل كليات الطب في مصر حتى يحزوا حظكم اطباء التانيين في المستشفيات التعليميه ومستشفيات الحكومه وزاره الصحه اذا كانت الجامعات قاصره في انها تخصص قسم امراض ذكوره طب يعملوا ايه وزاره الصحه طيب. وبالتالي المريض تايه في النص حلو قوي احنا عندنا اربع شياطين هنتكلم عنهم اربع شياطين وعندنا ملاك لا انا هخلي الملاك هنتكلم عنه لكن الاربع شياطين اللي احنا هنتكلم عنه الشيطان الاول هو اولا عشان نعرف الشيطان الاول لازم نعرف ايه هو الضعف الجنسي لانه في ناس كتير جدا عندها انكار انا بنكر انا مش عارف يعني ايه ضعف جنسي فانا بنكر الضعف الجنسي ده الشيطان الاول ممتاز هي كلمه ضعف جنسي هي كلمه كبيره وتعني عدم القدره على اما بدايه العمليه الجنسيه او اتمامها للنهايه وطبعا العمليه الجنسيه بتمر بمراحل ثلاثه بدايه بتحدث حاجه تسمى الرغبه إذا حصل خلل فيها فبنسمي ده صورة من صور الضعف الجنسي يلي الرغبة تحريك غريزة ثم انتصاب فإذا حدثت مشكلة في الانتصاب فبنسمي دي برضو صورة تانية من صور الضعف الجنسي يليها بعد المتعة ما يسمى بالقذف إذا حدثت مشكلة في القذف برضو زي الناس يعني برضو صورة تالتة من صور الضعف الجنسي وبالتالي أي خلل في أحد المحطات الثلاثة بنسميها ضعف جنسي خلل في الرغبة خلل في القدرة على الانتصاب خلل في عملية القذف الثلاثة عبارة عن صورة ثلاث صور من صور الضعف الجنسي لكن أغلب المرضى يعني ما بتهموش قوي مشكلة الرغبة والقذف قد ما بيهموا الانتصاب هو ده فعلا القاتل وده أغلب الأطباء لما بيتكلموا عن الضعف الجنسي هم بيركزوا قوي على موضوع الانتصاب هو يستحق هذا مدى انتشار هذه المشكلة بين الشباب زادت دي كارثة فعلا واحنا كنا زمان بنعتبر موضوع الضعف الجنسي مشكله عمريه مع تقدم السن يبدا يحصل ضعف جنسي في فئات ومحسوبه من سن 45 ل 55 سنه بيبقى فيه 20% من الناس بتزيد من 55 ل 65 يبقى اكتر من 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 50% من الناس وهكذا لما توصل ل 100% في الفئات فوق ال 70 وال 80 سنه لكن مشكلة بقى الحقيقية احنا كنا ده قلنا نعيره اهتمام تغيير سني زي اللي شعره هيبيض وعين عدسة عينه وهكذا لكن الشاب لما يبقى في قبل سن الثلاثين وعنده مشكلة تخليه مش قادر يبدأ حياته أو بدأها وللأسف بيهدها عشان الضعف الجنسي فاحنا في مشكلة حقيقية وده اللي خلانا لابد ان احنا نهتم بهذه القضية ونخليها انا بعتبرها قضية امن قومي لان اللي عنده مشكلة ضعف جنسي هو شاب لسه في بداية حياته هينعكس عليه مش في بيته بس هينعكس عليه في شغله هينعكس عليه في تصرفاته مع الاخرين في سلوكه فهي مشكلة امن قومي حقيقي ولابد ان احنا كل أجهزة الدولة تسخر نفسها لعلاج هذه المشكلة وخاصة كليات الطب لأنها هي الدور الأساسي في هذا الموضوع كليات الطب لابد أن يكون في هناك في كل كلية طب من الآن قسم اسمه أمراض ذكورة ما يبقاش في صراع بين المسالك والجلدية لا ده بتاعتي ده بتاعتي والمريض يتوه في النص بالاثنين طيب ده الجزء الأول اللي احنا بدأنا نفهم أن هذه المشكلة ضخمة للغاية لكن هل هناك أشكال وأنواع للضعف الجنسي ودرجات للضعف الجنسي مرتبطة بأسباب الضعف الجنسي؟ مظبوط
هو طبعا كنا زمان كل صور الضعف الجنسي نظرا لعدم التقدم في التقنيات التشخيص ووسائل العلاج كنا بنقول والله ده الضعف الجنسي ده أغلب أسبابه نفسية أكتر من 90%، لكن مع وجود صور التشخيص الحديثة وكده بدأنا نكتشف لا ده العكس، ده 90% عضوي وال 10% هو النفسي. فبدأنا صورتنا تتغير بقى، لا احنا لازم ندور على الأسباب الحقيقية وندور على الأسباب، لقينا إن أغلب الناس اللي بيصابوا بالضعف الجنسي هم مرضى السكر. اغلب الناس اللي بيصابوا بالضعف الجنسي هم للاسف اللي بيكونوا مدمني المخدرات والمدخنين، خاصه انا نركز على المدخنين لان احنا دلوقتي عندنا التلميذ اللي في الابتدائي بيدخن النهارده السيجار، ودي كارثه. ده لما هيكبر ويوصل لسن بقى سن الزواج هيبقى اكيد عنده ضعف جنسي، 30% من اسباب الضعف الجنسي بسبب التدخين، ودي كارثة الناس في غفلة عنها للأسف. برضو الشباب اللي بيدمنوا المخدرات والترامادول وما شابه برضو ده بيصاب بضعف جنسي. مدمن العادة السرية، ودي نقطة جدل في كتير من الناس وكتير من الأطباء بيعترض على فكرة ان العادة السرية بتؤدي إلى ضعف جنسي، لكن دي حقيقة وأثبتت ان العادة السرية وممارستها بشراهة بتؤدي إلى مع الاحتكاك باليد لفترة طويلة على النسيج العضو نفسه بيحصل نوع من التيبس، مش هنقول تليف هنقول تيبس، فبيخلي إن الوريد يقفل علشان تتم العملية الجنسية بنجاح ما بيتمش. فبرضو مشكلة ممارسة العادة السرية، احنا نركز على دي بالنسبة للشباب. العادة السرية يا شباب، العادة السرية خلي بالكم ممارستها بشراهة بتؤدي لضعف جنسي. خلي بالكم يا أباء، بالنسبة لموضوع الزواج ما تعقدوش على الناس، خلوا الشباب يتجوزوا عشان ما يضطروش يدخلوا في مشكلة ملهاش حل. موضوع التدخين لازم نكون برضو نوعي الناس من أثاره ومشاكله ومخاطره خصوصا في هذه القضية. موضوع الوجبات التكاوي اللي بقى دلوقتي أي بيت الأب والأم مشغولين فبيضطر الأولاد إن هم يشتروا وجبات جاهزة غنية فيها الدهون الضارة بالجسم اللي بتؤدي برضو إلى ضعف جنسي. فإحنا خلي بالنا نركز على الشباب اللي دول ثروة المجتمع، دول الحقيقة لما بيحصل فيه عندهم ضعف جنسي فإحنا نعتبر بندمر مجتمع بأكمله. عظيم. إذن سنصل إلى مرحلة مهمة، مرحلة العلاج. ونحن نتحدث عن العلاج برضو احنا ماشيين في العلاج هنواجه بشياطين كثيرين، يعني اللي مثلا العلاج في كثير من الأحوال يكون طعمات. تمام. انا عايز اسأل، اذا تأخر التدخل العلاجي الناجح الناجع زي الدعام، خلاص عيان محتاج دعام، وتأخرت على حساب ان احنا ناخد ادوية مقوية، يعني على حساب السيلندلافيل بكل انواعه، انا هاخد دواء خلاص حصل بارشل اريكشن او انتصاب متوسط، ما عالجناش المشكله، ما عالجناش السبب، ما عالجناش التليفات، ما عرفناش نتعامل مع الحاله قوي، لكن هي الامور ماشيه. تاخر التعامل بالدعامه وتاخر التعامل بالاسلوب الجراحي ممكن يؤدي ليه؟ بس الاول نتكلم على الدعامه ونجاوب على هذا السؤال بعد ما نتكلم على الدعامه. اوكي. طيب انا اشكر حضرتك على هذا السؤال، ده سؤال فعلا بيمس الناس. الدعامه ليست هي الوسيلة الوحيدة لعلاج الضعف الجنسي، دي آخر وسيلة لعلاج الضعف الجنسي، زي ما بنقول في القاعدة آخر الدواء الكي، هي دي تمثل آخر الدواء وليست بداية الدواء، لكن مش في كل الحالات. وبالتالي احنا لما بنشخص صح بنوفر على المريض الوقت اللي ممكن يكون سبب في ان يتأخر في العلاج ونعالجه من البداية العلاج السليم. يعني بالعربي لو انا جالي مريض وعمل أشعة بالدوبلر على العضو الذكري ولقيت عنده تسريب وريدي، هقول له بقى روح خد فياجرا ومش عارف وسالس و انا بضيع وقتي معاه، ده علاجه من البدايه الدعامه. لكن مريض تاني كان عنده مثلا ضخ الدم مثلا للعضو ضعيف، ده ممكن يمشي مع الادويه زي الفياجرا والسيالس ومشابه اللي بتزود ضخ الدم للنسيج الكافي وبالتالي بتحسن عمليه الانتصاب. مريض مشكلته نفسيه ما ينفعش معاه دعامه، وبالتالي هي اختيار الوسيله من البدايه بيعتمد على التشخيص السليم. فلابد للطبيب أن يكون محترف فعلا أن يشخص صح علشان يبدأ العلاج الصح. وعلشان لو المريض محتاج من البداية دعامة ما استناش عليه بقى لما يتأخر بسنين واجي بعد كده لما أركب له الدعامة ألاقي اتأخر عليا وبقى في تليفات في الأنسجة تخليني ما أقدرش أثبت عنده الدعامة بالمقاس المظبوط اللي يناسبه وهو وقتها. فالتشخيص من البداية هو الأساس في رسم خطة العلاج. طيب وإحنا بنتكلم على الدعامة ما ننساش برضو سؤالي، يعني اللي هو إن أنا
واحد يحتاج الى دعامه اخرته في العلاج، ايه اللي يحصل النهارده بدل ما يركب الدعامه في 2015 هيستفيد منها قد ايه؟ لو اخرها لغايه 2017 هيستفيد منها قد ايه؟ لا طالما المرض بيتفاقم. بس الاول ايه هي الدعامه؟ الدعامه هي جهاز تعويضي يزرع داخل العضو الذكري ببساطه شديده. والدعامات دي نوعين، في نوع بنسميه الدعامات شبه الصلبه زي ما هبان معانا في الصوره دلوقتي، وده عباره عن قضيب اشبه بانبوبه الالم الداخليه، قضيب من الفضه مغلف من الخارج بطبقه من السيليكون زي ما باينه في الصوره قدامنا، ده النوع الاول من الدعامات بيزرع داخل العضو الذكري. النوع الثاني بنسميها الدعامه الهيدروليك او اللي بنسميها البالونيه، اللي هي عباره عن ثلاث قطع زي ما باين في الصوره، الجزء اللي بيزرع داخل العضو نفسه متصل بيه بالونه بتثبت داخل كيس الصفن عشان ننفخ هذا الجزء من الدعامة المثبتة داخل العضو، وفي خزان بيوضع فيه سائل عشان يحرك هذا السائل ده يدخل داخل النسيج المثبت داخل العضو ينفخه. فده نوعين من الدعامات، النوع الأول اللي هو شبه الصلبة، والنوع الثاني اللي هو الدعامة البالونية. طيب أيهما نفضل؟ طبعا احنا كنا في البداية لما نرجع للتاريخ بداية الدعامات كانت أول حاجة ظهرت كانت الدعامة شبه الصلبة، ودي لنا الفخر ان احنا نقول كمصريين ان اول من زرع الدعامه شبه الصلبه في العالم هو طبيب في مصري واستاذ في القصر العيني. ده اول حد زرع دعامه شبه الصلبه، كان ما كانش في غيرها وقتها في العالم كله، وده كان سنه 1960 ومنشوره باسمه حتى اليوم في المجلات والدوريات العلميه. عظيم جدا. انا بقى عندي اسئله كثيره جدا في موضوع الدعامات. اولا ناس كتير قوي هتسال الميكانيزم، يعني انت اول حاجه انا عايز ابدا الاول السؤال المتوقع والسؤال اللي بيدور في دماغ كتير من الناس اللي درسوا الموضوع، اللي عنده القصه دي او عنده المشكله دي بيدرسها. طب بتحط فين الدعامه؟ بتحط ازاي؟ بندخلها ازاي؟ هل واحنا بندخلها مثلا بندمر الجسم الكهفي ولا بندخلها جوه تجويف داخل؟ طب الجسم الكهفي تليف، هنوجد زي ممر ليها داخل الجسم الكهفي. ممتاز، كلام حضرتك رائع جدا، وده اللي فعلا اسئله المرضى بتبقى حول هذا الموضوع. يعني احنا قلنا الدعامات نوعين، فبيسالني طيب انا اختار بناء على ايه؟ بنقول له والله احنا بنختار بناء على الانسب ليك. طيب الانسب ليا انهي؟ احنا بدانا دلوقتي نعزف نسبيا عن الدعامات البالونيه لما لها من مشاكل، عبارة عن وصلات، وصلة تفك، وصلة تتسد، يحصل التهابات عليها أكتر مرة، كمان الجزء اللي بيزرع داخل العضو بيتآكل، وبالتالي كل فترة بغيره ما بيدومش مدى الحياة، ومع التحديث اللي حصل في الدعامات شبه الصلبة أصبحت تغنينا عن إن احنا نفكر في الدعامات البالونية. معنا صورة دلوقتي هتقول لنا المريض لما يبص في دي، صورة مرسومة باليد لشكل الدعامة اللي هي باللون اللبني وهي مزروعة داخل العضو. لما نيجي نبص المريض يقول لي يا دكتور يعني أنا همشي بالشكل ده، الشكل اللي مكتوبة اللي على إيدنا الشمال منتصب العضو كده في الشارع، وابقى عايش ازاي في وسط الناس بالشكل ده؟ فطبعا هو مش متخيل، لأن أنا بقول له أنت هتبقى منتصب 24 ساعة على طول، فبيتهيأله هيبقى ماشي بالشكل ده. لا، يبص على الصورة اللي جنبها بقى ويعرف إن هو وهو منتصب برضه الدعامة دي مرنة تخليني أقدر أتنيها ويخفي العضو الذكري بتاعه ويبقى عايش وسط الناس اي شخص عادي دون اي مشكله. ودي حاجه خاصه بزراعة الدعامه فقط، يعني المريض اللي هو مع زراعة دعامه يستحيل اثناء الانتصاب يقدر يتني العضو الذكري، لكن اللي في زراعة دعامه لا يقدر يزرع. فيها معانا صوره انيميتد يا ريت نشوفها لموضوع الدعامه النوع الاول، ازاي المريض يقدر يتنيها بايديه، لان كتير من الناس بتبقى الموضوع ده بالنسبه له بيمثل مشكلة نفسية بالنسبة له، همشي ازاي وعيش ازاي، ويرفض الفكرة لمجرد هذا الموضوع، يدور على النوع الثاني اللي هو الديفليتد اللي هو البالونية. بالظبط. لكن حتى الشبه الصلبة زي ما هنشوف دلوقتي بتستخدم عادي جدا. بالظبط. المريض بايديه هيبان قدامنا، لان كتير من الناس بيبقوا مش عارفين يقعوا، بايده يرفعها يحصل انتصاب، انهى عمليته وخلص، يقدر بايده برضه تاني ببساطة جديدة بدون اي مجهود او مشكلة يتنيها، انتهى الموضوع. يعني اصبحت دلوقتي حته ان انا افكر بقى ان انا احط دعامه البالونيه لما لها من 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 شبه بالطبيعه، حاجه بتنفخ وتفضي، طب ما انا بايدي اقدر اتني وافرد وما عنديش اي مشكله. يعني نشوف الصوره الانيميشن الثاني بتاع الدعامه البالونيه، هنلاقي ان الفرق مش جوهري قصد المشاكل اللي بتقابلنا بقى من الدعامه البالونيه من كتر المشاكل اللي احنا تقريبا بطلناها. بقى الدعامه البالونيه معقده
معقدة التكوين طبعا ومشاكلها كتيرة صح؟ هي هي دي يبدأ ينفخ ببالونة والبالونة جهاز معقد ممكن بيفشل الجهاز طبعا حين. كتير من الناس ممكن هو بينفخ كده الجهاز ده لو البالونة دي فرقعت هيحصل ايه؟ او لو علقت وهو منتصب هيحصل ايه؟ هيفضل منتصب وبعدين غير انها بتتآكل هنفضل كل سنتين ثلاثة او كام سنة نغيرها له المريض ما هوش حمل ان تقعد تعمله الحاجة التانية الأهم برضه أثناء زراعة هذا النوع من الدعامات ان احنا سؤال حضرتك سألتولي كان جميل جدا المرضى بيسألوه ان انا بضطر ادمر النسيج الكافي ليه؟ لأنا ما اقدرش اعدي هذا النوع اللي عامل زي فرد الجوانتي بالظبط الا من خلال النسيج الكافي ما اقدرش اعديه الا من خلال النسيج الكافي بيتسحب من مقدمة العضو اما الدعامة شبه الصلبة ففيها ميزة ان انا ممكن اركبها خارج النسيج الكهفي نفسه ولكن داخل الكبسول المغلف ليه وبالتالي انا المريض محافظ على النسيج الكهفي اللي عنده بحيث ان هو في اي مرحله حصلت مشكله لا قدر الله في الدعامه يقدر يشيلها وانا لم امسسه بسوء يفضل ما زالت عنده قدرته اللي كانت قبل تثبيت الدعامه كما هي لن تتغير دي كتير من المرضى بيلاقوا جدا خصوصا الشباب يقول لي طب يعني يا دكتور انت متاكد ان فعلا مش هتاثر بعد العمليه اقول له اضمن لك 100% انك انت مش هيحصل لك اي مشكله لان احنا بره النسيج اللي انت خايف عليه ومحافظين عليه بنفسنا طيب دي نقطه مهمه قوي انا بقى عندي سؤال مهم قوي احنا عندنا دايما يقسموا في الموسوعات العلميه الرجل ما بين حاله الارتخاء في العضو الذكري وحاله الانتصاب في العضو الذكري لنوعين يقول لك نوع ما بين الارتخاء يعني لما يكون العضو الذكري مرتخي وبعدين يجي ينتصب الفرق في الطول ما بيكونش كبير قوي ممكن يكون الفرق بس الضعف او 1.5 ممتاز كويس ده نوع وفي نوع تاني بيبقى الفرق بين العضو غير المنتصب والعضو المنتصب في نفس الرجل تمام فرق كبير جدا يعني وهو غير منتصب بيكون صغير الحجم في حاله الارتخاء لما بينتصب بيبدا يصل الى حجم كبير كلام جميل ده لما يتركب له دعامه وده لما يتركب له دعامه الدعامه بتتركب على اساس حجم العضو الذكري اثناء الارتخاء ام اثناء الانتصاب ممتاز الدعامه بتتركب على اساس حجم العضو الذكري اثناء قمه الانتصاب وليس الانتصاب قمه الانتصاب لان احنا اقصى انتصاب اقصى انتصاب احنا لما بنثبت الدعامه بنفتح في الغلاف الخارجي للنسيج الكافي ونعمل توسيع لما نوصل لاقصى قطر ممكن واطول طول ممكن وبالتالي المريض بعد الدعامه مش بيرجع زي الاول لا بيرجع احسن من الاول لان احنا بنديله اطول شيء ممكن بالنسبه للنسيج الكافي بالنسبه للنسيج العضو نفسه كطول وكعرض وبالتالي ما فيش لا اتخن ولا اطول من كده بالنسبه له الحاجه دي فاريبل من شخص لشخص لكن ان انا مثلا ببقى على العضو اثناء الارتخاء ما حدش يعمل دعامه خلاص بالظبط ما يعني دي لازم برضو نفهمها ما هو اصل ده هيتسال العمر اي عمر مناسب الدعامه تجرى في اي مرحله عمريه وده سؤال بتصير كتير لان كتير من الناس اتصلوا عليا يا دكتور ده انا سني 60 سنه ومكسوف وبيقول لي وحاسس بقى يعني انا محرج منك لا ده انت لو سنك 600 سنه تصلح انك تركب دعامه حتى لو عندك مشكله في القلب لان احنا غيرنا اليه الانتصاب من الاليه العاديه الطبيعيه الى اليه تانية ليس فيها مجهود على القلب يعني في كتير من المرضى اللي بيقولنا وبنعمل لهم عمليات دعامات ده كان سؤال التجاي ان هو هيخاف اصل في ناس بتخاف من الجنس للقلب هي الخوف من 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 السترين او من الشد العصبي اللي مع الانتصاب مش من الخوف من اداء الجنس نفسه والهيمودينامكس لان عشان يحصل انتصاب طبيعي هي عباره عن اليه ضخ دم ودي طبعا القلب بيبقى فيها اساسي في هذا الموضوع ضخ الدم لازم يرتفع طبعا لكن المريض الدعامة لا ده احنا الآلية مختلفة خالص انا لغيت آلية الدم اللي بتدفق خالص وحطيت لك آلية جديدة حطيت لك جهاز بيديك انتصاب ثابت بحيث لا يوجد اي مجهود على القلب يذكر من ناحية الآلية بتاعت الانتصاب نفسها وبالتالي انت لو سنك 600 سنة وعندك كل امراض الدنيا والاخره هتعمل دعامه دون مخاطر او خوف عليك طيب الطبيعي في العضو الذكري يا جماعه انه يكون بهذا الانتصاب يعني انتصاب مستقيم في مرض اسمه بيروني المرض ده بيحصل فيه تليفات في العضو الذكري فبيبدأ العضو الذكري ينحني بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو لفوق بياخدش شكل الاستقرار هل هذا المرض اللي بدأ ينتشر بقوة وهو مرض بروجريسيف يعني بيزيد مرض تليف بيزيد المرض ده محتاج حلقات لوحده الدعامات تناسبه؟ ده الدعامات أصبحت بالنسبة لبيروني بالذات هي الحل السحري لهذا المرض للأسف كنا زمان بنعمل عمليات
نسب نجاحها كانت ضعيفة جدا. احنا كنا بنضطر نشيل لما زي ما بان قدامنا في الصورة اللي لونها بني، هي دي بيروني، عبارة عن تكلس او تليف في منطقة معينة من الغلاف الخارجي للنسيج الكهفي، وبالتالي بتشد النسيج الكهفي في احد اتجاهين، يا يعني اما حسب مكانها اعلى او اسفل او الجنب الاخر، وبالتالي بنضطر نشيلها ونشيلها ندور على رائعة مكانها وهكذا. وبالتالي لو شخص كان عنده بيروني وانا شلت له هذه البليك، ممكن ما بقاش عنده ضعف جنسي، انا اللي اجيب له بقى ضعف جنسي. مع وجود الدعامات لا خلاص ما بقناش نفكر نشيلها اساسا، بقينا نثبت الدعامه في وجود البيروني. احنا ما بنشيلوش الا لو كان يعوقنا في تثبيت الدعامه، لو كان كالسفاد قوي، لو كان متكلس قوي بالظبط، او ناشف قوي. لنا حيله اثناء الجراحه بتخلينا ما نشيلش المكان، لانك نقدر نفتح لنفسنا مكان فقط نزرع فيه دعامتنا، فده بيؤدي الى انتصاب ثابت وبيخلي العضو يتفرد تاني اللي لو كان فيه انحناءات. دي نقطة مهمة. النقطة التانية برضو ان الـ الـ المريض اللي هو عنده بيروني، مش شرط ده بيروني موجود يبقى لازم نعمل دعامة، لا، طول ما هو عنده بيروني وعنده نصاب سليم ما نجيش ناحيته، ما يقربش مننا، ويجي بس يستشيرنا ويمشي ونتابعه. لو حصل ان بيروني تسبب في ان عمل له مشكلة في الانصاب، ضعف في الانصاب، او ما فيش انصاب خالص، ساعتها جدرنا ان احنا نساعده نقول له لا طب خلاص علاجك عندنا وحلك عندنا، لكن بيروني وعندي انصاب ما نجيش ناحيته. يعني نديره بقى، يعني طبعا ثبت علميا ان العلاج بالأدوية لبيروني غير مجدي وعلاج تجريبي، نقعد بقى نلعب معاه، خد فيتامين ايه، خد مش عارف ايه، خد كورتيزون، سالسيليك اسيد، براحتنا. احنا مع واحد اساسا عارفين ان العلاج اللي بندوله مش فايده، ومنتظرين احد مصيرين، يتطور الموضوع لان يحصل ضعف جنسي وبالتالي هيعالجه معانا وهو الدعامه، او يثبت على كده ويكمل حياته كشخص عادي دون اي مشكله. فمش اي حد عنده بيروني اقول له لا انا نزرع لك دعامه. اها، لكن هو مرض بروجريسيف في الكتب، يعني يقول لك مرض بيزيد في نسبه عاليه منه، بتبروجريس اب تو، يعني يحصل تقدم لدرجه توصل توقف تعمل ضعف جنسي. المرض ده بدا ينتشر بشكل كبير، منتشر جدا للاسف، جدا للاسف، جدا للأسف. طيب هنروح للسؤال بقى، هل دايما سؤال مصري، هل الدعامات ليها مضاعفات؟ سؤال جميل جدا. ما فيش عمليه في الطب ما لهاش مضاعفات، دي القاعده الاساسيه، لكن الدعامات اقل العمليات الجراحيه مضاعفات لبساطتها كعمليه، والحمد لله لوجود مش عايز اقول محترفين في اجراء العمليات صراحه، يعني ان هو في الاول كانت عمليه جديده على الناس، النهارده بقى بتوع الاطفال بيعملوا دعامات، يعني يبقى اي حد النهارده بيعملها للاسف، ودي حاجه برضو على قد ما بتفرحنا بتزعلنا، يعني هو مش لبساطتها ان اي حد يدخل يعملها يعني، لكن هي بقت عمليه بسيطة. هي فعلا عمليه بالنسبه بعض العمليات الثانيه الاكثر صعوبه تعتبر عمليه لطيفه، يعني يعني في حاجات مثلا حضرتك بتعملها دوالي مثلا بتاعت الخصيتين، حاجات اللي هي الصعبه قوي بقى، هي اسهل من الطهاره، اسهل من الطهاره، اسهل من الطهاره، هي فعلا اسهل من الطهاره لان انسرشن. انا بدخل اخر سؤال، هل ممكن حد يلجا الى فكره انه يعمل دعامه وهو مش محتاجها؟ رائع، لان السؤال ده بيتسال كتير. احنا ما بين التهويل والتهوين حصلت مشكله، التهويل خلى الناس الدعامه اساسي ويخاف ان هو بيقولوا له لا ده هتعمل لك وتسوي لك وبيحصل ويسوي، خلى المريض يتعقد، لا انا عم هفضل كده وخلاص. والتهوين ادى الى ان شخص سليم، دكتور انا عندي نصاب كويس بس انا سمعتك بتتكلم عن الدعامه انا عايز اركبها، ما ينفعش ما ينفعش، لابد ان يكون لها ضروره طبيه تستدعي ان انا اثبت دعامه، ان يكون عنده ضعف جنسي لم يستجب للوسائل البديله الغير جراحيه. لكن مش انا ابقى سليم تبقى اركب لك دعامه عشان تديني عضو اتخن او اطول، ما ينفعش الكلام ده، مش مظبوط. انت بتنورنا كالعاده وبتسعدنا، ولقاء ممتع جدا كالعاده، وبتغيب علينا لكن في النهايه احنا بنسعى لانك نلتقي بك، لانه انا زي ما قلت ابدا ودائما وابدا انه ظهور اساتذه الذكور وظهور اساتذه علاج الضعف الجنسي، اساتذه الاكاديميين، هو ده اللي هيقلل قوي من المشعوذين وغير المتخصصين، لان هم بيستغلوا غيابكم ويروحوا جايين ظاهرين في الصوره. فانا بشكرك شكرا جزيلا. عفوا دكتور ايمن. وفي النهايه لو تسمح لي بس كلمه اخيره، مش هتاخد اكتر من دي، انا عارف وقت الحلقه خلص. انا دعوه لكليه الطب ان يبقى في امراض ذكور، دعوه للاطباء ارجوكم كرسوا جهودكم اكتر لعلاج الضعف الجنسي وخاصه العمليه دي. ومش معنى ان انا بطالب ان العمليه دي تتعمل ان نعملها عمال على بطال، مش اي حد يجي لي اقول له دعامه، لا، ده المريض لما بيسالني دعامه اقعد اهريه اسئله، ليه وعندك ايه، وما بخليهاش الا اخر وسيله،
لكن ده لا يمنع ان احنا لازم نفخر بوجودنا ليها. بلا شك ضيفي العزيز القيم العلميه الكبيره والاسم الكبير اكاديميا طبعا استاذ الاساتذه في مجاله واكلينيكيا يعني الجمع بين الاثنين صعب جدا الاستاذ دكتور محمد عبد الشافي استاذ جراحات المسالك البوليه واستاذ علاج الضعف الجنسي الاستاذ بكليه الطب والاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. في نقطه اشار اليها استاذنا مهمه للغايه في بدايه الحوار، مرضى الضعف الجنسي هما الأكثر عرضة لثلاث حاجات، أولا الاكتئاب والانعزال وضعف الإرادة في العمل أكيد، ثانيا ممكن جدا أن يكون عنيف ومايل للعنف وقد يصل العنف لدرجة القتل، ثالثا مفيش انتماء، مريض الضعف الجنسي العنيف ليس عنده انتماء ولا وطنية ولا علاقة اجتماعية سليمة بمجتمعه، فهتلاقي الثلاث حاجات دول فيهم عدم انتماء ده مهم جدا، ولذلك كتير جدا من القتلة عبر التاريخ كانوا بيعانوا من ضعف جنسي، كتير جدا من الناس المشهورين بالخيانة والعمالة كان عندهم ضعف جنسي، وكتير جدا من الناس اللي انتحروا كان عندهم ضعف جنسي. أكيد احنا بنتمناش كده لأي مريض وخصوصا في وجود علاج ناجح نهائي. We will be back again.